سمو وكيل الجمهور معنا. سمو ان شاء الله انها توصل رساله الجمهور بالشكل اللي يليق فيها. وايضا ختاما معليش يا وقف قبل رساله اوجهها لكل من يستلم اسبوعيا وكاله الجمهور. ان شاء الله ان الاداره ما تكلف شخص الا ان شاء الله ان ذمته ان شاء الله يضربها الذمه لانصاف المتسابقين. يا جماعه ترى الكلمه اللي ربما انك تراها بسيطه تجرح الشخص وهو متغرب عن اهله ظروفه اي اموره نفسيته. يا جماعه عطوا الايجابيه عطوا الايجابيه. وكل من كلف بوكيل الجمهور ما شفنا منهم من العلوم الطيبه والانصاف ونتمنى ان الله يوفقهم ويسر امورهم ان شاء الله. الله يعطيك العافيه ابو مناحي. الان كلمه عن